حسين عبد الغني، طبعا هذا حسب أنباء تواترت الآن، كابتن حسين عبد الغني رفض التوقيع على بعض الأوراق اللي قدمتها لجنة الانضباط إلا بعد أن يطلع عليها محاميه الخاص، وأيضا بسبب عدم حضور اللاعب خالد عزيز لاعب نادي الهلال بسبب ارتباطه مع نادي خارج المملكة. فكابتن حسين عبد الغني قال يؤجل توقيعه للأوراق التي ناقش فيها لجنة الانضباط إلى حين اطلاع المحامية. طبعا من حقه، شغل احتراف صراحة. لا صراحة حسين قال لي شخصيا الأمس في الليل هو موعد حضور اليوم لأنه وقع على أي قرار ولا أي ورقة. لن يوقع، لن أوقع، سأطالب حقي في القضاء الشرعي. حتى لو أدى إلى اعتزال الكرة. يعني ممكن أجل نقول أن طبعا وبيان اتحاد كرة القدم شخصيا قال لي حسين قال لي لا حتى لو اضطريت إلى اعتزال الكرة لن أتنزل حق القضائي. بس أنت عارف أبو نواف يعني في بعض الأمور تحتاج إلى حكمة. طبعا أنا من حق كابتن حسين، الرجل هو اللي تكلموا عليه مش أنا، عشان كذا يقول لك ما يذوق النار إلا ليش اللي واطيها يعني. بس ألا تعتقد أنه التقاضي في مثل هذه الأمور قد يستغرق أنه ردوه يمكن يكون بطعة تزل الكرة وتقول قرار ما صدق؟ يعني عارف، هي أعتقد ممكن يكون لها حل. يعني إذا كان الذهاب التقاضي تعرف المواضيع هذه تاخذ وقت على ذمه، لو صارت على ذمه حسين انه بلغ بان الموضوع يخص لجنه الانضباط وستصدر القرار فيه. هذا كلام امس قبل ما يصدر القرار اليوم، وبالتالي ليس من حقك اللجوء الى القضاء. طيب في ايضا خبر انه كابتن حسين عبد الغني طلب من لجنه الانضباط بضروره رد اعتباره من تصريح عضو مجلس اداره نادي الهلال المدير المركز الاعلامي كابتن الاستاذ عبد الكريم الجاسر، وانه اللجنه طالبته باعداد خطاب حول هذا الكلام. يعني ماذا جاء في تصريحات مدير المركز الإعلامي لنادي الهلال؟ هذه ما سمعت أنا وأتكلمت مع حسين عليها. هذه يعني بلغتنا من الزميل عادل الملحم الآن وأبلغنا بها. بتركي رأيك إيش المخرج لهذا الموضوع؟ يعني إحنا نبغى حسين عبد الغني يستمر، بس ما أعتقد أن اتحاد كرة القدم هيتراجع في كلامه بعد ما طلع البيان، هتكون مصداقيته على المحك. يعني أصبحنا بين أمرين، يعني اعتزال اللاعب يعني يتجه للشرع. فاعتقادك إيش المخرج؟ لا يعني حتى الشرع، طبعا الشرع سائد في البلد في كل الأحوال، لا أحد يمكن، لكن هل الموضوع يستحق شرع؟ احنا مثلا كإعلاميين كصحفيين في أمر من خادم الحرمين أنه أي مشاكل صحفية إعلامية تروح إعلامية للشرع، تروح إعلامية لجهة الاختصاص إعلاميا. طبعا أبو بدر، اتحاد الكرة ولوائح الاحتراف أيضا مثل هالقضايا، أنا معه في حالة واحدة، أنه دوليا إذا كانت هالقضايا تحال إلى جهات قضائية أو أنه الجهات الرياضية هي اللي تفصل فيها. أنا حد علمي المحدود أنه لا، الجهات الرياضية هي اللي تفصل فيها ونشوف غرامات وإيقافات. يمكن يكون حسين عبد الغني مو مقتنع بالعقوبة، وأنا أعتقد أنه هذا من حقه. يمكن أنا لو كنت مكانه أو أي واحد ثاني مكانه أيضا، يعني نأخذ وجهة نظر اللاعب الخاصة، قد لا يقتنع بمثل هذه العقوبة وحس أنه في إساءة شخصية لا. والآن الموضوع حامي أبو تركي، الموضوع حامي، الرجل أيضا عليه ضغوط جماهيرية والناس يقول الله أنت كيف تقبل على نفسك؟ صحيح. بعد الرجل ترى تحت ضغط، ومجتمعنا كمان محافظ. صحيح. جدا يعني هناك من يرى أنه يعني ارفع سيفك يعني، عارف. عموما هو يطالب عشان كذا بمطلب صعب حسين. يطالب الرادون يطلع الهواء ويعتذر عن نص الكلام اللي قاله، يعني حتى اللي ما سمع يسمع. يعني ما يمكن الرادون، ما اعتقد، ما هي لائقه انه يطلع ويعتذر ثاني مره، كانه يؤكد انه في كلام يعني انقال غير لائق. مساعات بعض الاعتذارات على فكره، ولا لا اقصد، اقصد حاله قديمه انتم تعرفونها، ساعات الاعتذار يثبت الاسماء. يعني عارف، ساعات الاعتذار تسكت احسن، لما يطالبك احد بالاعتذار فتطلع يعني تطبل السالفه.